السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، اعاده الله علينا بالمن والبركات. ان شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة هنكمل بقية الكورس بتاع الهيرمنثولوجي، علم الديدان الطفيلية. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الانترودكشن للعلم ده، وعرفنا يعني ايه هيرمنثولوجي، وعرفنا ان هو بينقسم لفور فايلمز اساسيين هندرس منهم ثلاثة بس. وبدأنا في اول فايلم فيهم البلاتي هيلمنسز، الديدان المفلطحة، واتكلمنا عن حبة صفات عامة فيها. في الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هنبدأ نقسمها لكلاسز، وهنعرف هما كام كلاس وهندرس منهم ايه بالظبط. بس قبل ما نبدأ حابب بس نسترجع من البداية. الهيلمنسز الديدان الطفيلية بتنقسم عندي لكام فايلم عشان خاطر يبقى ماشيين كده ترتيب الكلاسيفيكيشن، ما تتوهوش مني ولا نحس ان احنا مش فاهمين حاجة، تمام؟ وطبعا كل حاجة مسمى كده هنعرف هي مسمى اسمها كده ليه، يعني ايه سبب التسمية في كده، مش متسمية كده وخلاص مش هحفظها، لا مش هاخد المعلومة كده احفظها، لا ابقى فاهم المعلومة ليه. طبعا احنا عارفين ان كل ده بيبقى بالاسماء اللاتينية، تمام؟ فبيبقى في حبة صعوبة، لكن لما بنفهمها بتبقى الدنيا نوعا ما أحسن أعتقد يعني. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هيلمنسز بتنقسم لفور فايلمز. أول فايلم عندنا البلاتي هيلمنسز، الديدان المفلطحة، الفلات وورمز دي بيبقى شكلها بيبقى عاملة شكلها دورزو فنترالي، وده اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات في الجنرال كاركترز بتاعت البلاتي هيلمنسز. تاني فايلم عندنا النيماتودا الراوند وورمز، هنلاقيها ما فيهاش اي انقسامات، لا هي كلها نازله اسطبه واحده كده، بيبقى اغلبها الملمس بتاعها بيكون سوفت، فبنقول عليها الراوند وورمز النيماتودا. الفايلم اللي بعد كده اسمها انيليدا، دي رينجد وورمز، هنلاقيها متقسمه كده لحلقات، عشان كده بنقول عليها رينجد او سيجمنتد، يعني قطع. هما دول ان شاء الله هنتطرق فيهم دراستنا للكورس بتاع الهيلمنثولوجي بتاعنا. اخر فايلم بس مش هندرسها بس اساسيه في تصنيف الهيلمنسز الديدان الطفيليه لازم نعرفها، اسمها اكانسو سيفالا. اكانسو سيفالا ايه؟ الاكانسو سيفالا دي كل بس عايزين نعرفه ان راسها بيكون فيها زي سباين كده او ثورن شوكه، فبيقولوا عليها السباين هيدد وورم. كده كده مش هنتطرق لدراستنا فمش مهم. هما دول اهم ثلاثة عندي، البلاتي هيلمنسز والنيماتودا والانيليدا. نبدا باول فايلم معانا البلاتي هيلمنسز. من اول هنا بقى يعتبر البدايه الجديده بتاع فيديو النهارده. عندنا كينجدم انيماليا، مملكه الحيوان اللي احنا فيها، سب كينجدم ميتازوا، حقيات النواه، سوري عديدات النواه، يعني مش من نواه واحده زي البروتوزوا او من خليه واحده تحديدا. يعني فايلم البلاتي هيلمنسز الديدان الطفيليه. طيب عندنا الديدان الطفيليه بتنقسم لفور كلاسز، تمام؟ ايه اللي بيربط الكلاسز دي كلها مع بعض؟ كل الصفات العامه بتاعه البلاتي هيلمنتس، يعني اللي هم اسيلوميت ما عندهمش تجويف، كلهم دورزو فنترالي، يعني كلهم من مفلطحين متبططين كده بالبلدي، كلهم تريبلو بلاستيك، كلهم منشوس يعني ما عندهمش، سوري كلهم دايشوس يعني ما عندهمش الجنس فيهم منفصل، تمام؟ وهكذا هنقيس عليها كل الصفات العامه بتاعه البلاتي هيلمنسز. طيب اول كلاس عندنا اسمها التروبليريا، احنا كده برضو هنعرفين كل واحده اسمها ليه كده، بس مش هنتكلم فيهم بقى في الجزئيه دي، لان احنا كده ان شاء الله هنتطرق لهم للدراسه بتاعتهم بالتفصيل، فعشان خاطر ما ياخدش وقت على الفاضي اللي هندرسه ان شاء الله النهارده، وده هنشرح ليه اسمه كده، تمام؟ تاني كلاس عندنا اسمها المونوجينيا، تالت واحدة التريماتودا، رابع واحدة السيستودا. طيب ان شاء الله في التروبليريا هنتكلم عن دودة اسمها البلاناريا، المونوجينيا هنتكلم عن جنرال كاركترز بتاعتها بس، وتقريبا هم مش كتير يعني حوالي 4 او 5 بوينتس بالكتير اوي اللي هنتكلم فيهم، يعني حتى مش هنعرف اسماء ديدان منها. التريمادودا ودي اللي هنقف فيها وقفة محترمة، لان هي كلاس مهم جدا في البلاتي هيلمنسز، لان فيها دكتين مهمين الشيستوسوما البلهارسيا والفشولة. الشيستوسوما دي اللي هي البلهارسيا. واخر كلاس عندنا السيستودا، دي برضو هنتكلم فيها عن دودة مهمة هي التانية.
ممكن يكون اغلبنا سمع عن دوت التانية ومثلا بالهريستا ما عرفش اسمها باللاتيني، ف دي مهمة جدا في الدراسة ولازم نبقى فاهمين سلوكها وتركيبها وهكذا. طيب احنا ان شاء الله فيديو النهاردة هنتكلم عن مين بالظبط؟ هنتكلم عن التروبليريا وهنخلص البلاناريا ان شاء الله، وهنتكلم عن المونوجينيا ونقول الجنرال كاركترز بتاعتها بإذن الله. طب نبدأ بأول كلاس عندنا التروبليريا. لازم مدرسة حاجة زي ما قلت من غير ما أكون فاهم معناها، بس قبل ما أقول معناها إيه لازم أكون عارف إن الهابت بتاعتها والهابتات. إيه الهابت دي؟ الهابت يعني طبيعة معيشتها. يعني إيه طبيعة معيشتها؟ لو جيت قلت لك مثلا يا صديقي النبات طبيعة معيشته اللي هو بيتغذى على كائنات أخرى ولا هو بيصنع غذائه بنفسه؟ هتقولي لا والله ده بيصنع غذائه بنفسه. فأنا أقول على النبات أوتوتروفيك يعني ذاتي التغذية. طب لو قلت لك الإنسان هتقولي لا الإنسان ما بيعملش غذائه بنفسه، ده بيحصل على غذائه من الكائنات الأخرى سواء كان الكائن الآخر ده نبات أو حيوان، فبقول عليه تروتروفيك. نفس الكلام الكائنات اللي في التروبليريا دي كائنات مالها. يعني إيه كائنات مالها؟ يعني والله بتصنع غذاء بنفسها ولا بتحصل على غذاء بطريقة حرة ولا هي أصلا طفيلية ولا هي مترممة وهكذا. بيقول لي إن أغلب الكائنات اللي في التروبليريا بيكون فري ليفنج. وخلي بالك أنا قلت مسلم ما قلتش أول، ليه؟ مهمة جدا. يعني مثلا هو كده كده البلانريا هتبقى فري ليفنج، بس ممكن حد فيكم يعني يتطرق لدراستها فيما بعد ويقابل كائن بارازيتك فيها يقول معلومة غلط. لا انا قلت مسلم ما قلتش قول. تمام. الهابيتات يعني طبيعة معيشتها بتعيش فين؟ برضو موستلي اكواتيك يعني اغلبها بيعيش في المارين في مية البحر مية مالحة. ومع ذلك البلانريا اللي هندرسها في الفيديو بتاع النهاردة فريش ووتر مية عذبة، فانا قلت مسلم ما قلتش قول. طيب التروبليليا في منها حوالي 5000 سبيتش 5000 نوع، بس مع الأسف أغلبهم انقرضوا اندثروا وما بقوش موجودين دلوقتي. بس عندنا أوردر مهمة جدا اسمها الترايكلاديدا، دي اللي فيها البلاناريا لسه موجودة لحد وقتنا هذا فهندرسها إن شاء الله. مش علينا حفظ الأسماء التانية دي، هم أكتر من كده بكتير، هو بس بيعرفك إن الأوردرز بتاعتها كتيرة جدا اللي هما كانت كتيرة بس انقرضوا. طيب جه بقى اهم معلومه نطلع بيها من السلايد دي، برنسبل اوف نوميكلتشر بتاعت التروبليريا. ليه اسمها تروبليريا؟ بيقول لك ان التروبليريا دي جايه من كلمه لاتينيه اسمها تروبليريا باستل اللي هي السيركلر موفمنت اوف ووتر، الدوامات بتاعه الميه. بيقول لك ان الذي ده لما بتيجي تمشي في الميه دي بتمشي بالحركه دي بتاعت الماوس لو دين باركم. تمام. بتمشي كده فبتديك ايحاء ان هي ماشيه على شكل دوامه زي الصوره اللي تظهر قدامنا دي على الشاشه دلوقتي شايفينها. طيب ايه السبب في الحركه دي كده او الدوامات دي اللي هي بتمشي باي سيليا؟ يعني ممكن اقول لك البلاناريا موفمنت باي واي باي ايه. انا مش لما اجي اشرح البلاناريا مش هقولها مش هذكرها، بس انت عارف ان البلاناريا تبع اوردر اسمها ترايكلاديدا، والترايكلاديدا تبع كلاس اسمها التروبليليا. خلاص يبقى انا اربط كده ان الكلاس التروبليليا اللي موجود فيها البلاناريا يبقى هي تتحرك بالسيليا، واربط برضو ان هي مدام تبع التراكيلاديدا هنعرف دلوقتي التراكيلاديدا اسمها ليه، فهربط باسمها. طب هي اصلا في الاول والاخر تبع مين؟ تبع البلاتي هيليمنسز، فهربط كل الجنرال كاركترز بتاعت البلاتي هيليمنسز فيها. يعني هو مش بيصنفوها كده وخلاص، لا بيصنفوها على اسس مهمه جدا. تمام. طيب نيجي للتراكيلاديدا. يعني ايه تراكيلاديدا؟ تراي يعني ثلاثه، دي خدناها في الاورجانيك كيمستري، خدناها في السيستماتيك بوجه عام فعارفينها يعني ثلاثة. طيب كلاديدا، كلاديدا دي كلمة لاتينية معناها برانش. طيب انتوا جبتوها من اللي هي في تفرعات ثلاثية او ثلاث تفرعات على اساس ايه؟ على اساس الدايجستيف سيستم بتاعها. لو جينا بصينا عند الانتستين بتاعتها او الدايجستيف سيستم بتاعها بيتكون من الانتستين دي والفيرنكس، بس هنتكلم فيهم باذن الله بنوصل ليه، وفي ماوس كمان واللي فتحة الانوس بس قدام هنعرفها دلوقتي ان شاء الله في الفيديو. طيب المهم بس عايز اعرفه من الرسمه دي ان هي ترايكلاديدا، عشان لو ركزنا هنلاقي ان الانتستين بتاعتها منقسمه لجزئين، جزء رايح ناحيه البوستيريور دومي وفرعين، وجزء رايح انتيريور لقدام وده بيبقى فرع واحد. فعشان كده قلنا عليها ترايكلاديدا ثلاثه افرع، واحد انتيريور واثنين بوستيريور. طيب انا كاتب على مهمه مهمه جدا ان every branch has one direct، يعني بيروح ما بيرجعش، ودي هنفهمها بالتفصيل ان شاء الله لما نوصل للدايجستيف سيستم، بس حاطط المعلومه دي جواك. تمام. ان كل برانش في الدايجستيف سيستم بتاعت التراكيلاديدا اللي منها البلاناريا طريقها واحد بيروح ما بيرجعش. تمام. طيب اعتقد المعلومات اللي احنا قلناها كفايه جدا ان احنا نبدا ندرس بقى البلاناريا بشيء من التفصيل باذن الله. طيب نبدا في البلاناريا.
اول حاجه اعرفها عن اي كائن، يعني انا مش هتقول لي خد ادرس الكائن ده، اقول لك طب يا سيدي قول لي طبيعه معيشته شكله ايه عشان ادور عليه، لكن مش هروح مثلا اروح واخده على طول دارس في سيستم معين، لا هي بتبقى ستيب باي ستيب. طيب هنعرف الليفنج الاول، الهابيت بتاعتها فري ليفنج، تمام، ودي قلناها في الكلاس بتاعتها اللي هي التروبيريا. الهابيتات بتاعتها بصوا ركزوا جدا، انا كاتب ايه فريش ووتر، انا حتى اعملها بلون مختلف عشان نبقى مركزين، ما قلتش اكواتيك، لا هي هنا فريش ووتر. تمام. هنا في مهمه بقى جدا، معلومه مهمه جدا، ان هي بتحب تستخبى تحت البلانت ووكس السبمرجد المغموره بالميه. ليه؟ لان هي بتكره الضوء، هي ضد الضوء، وهنعرف ليه دلوقتي في السنس في النيرفوس سيستم بتاعها ليه بتكره الضوء. المهم بس عايز نعرفه ان هي افويد ذا لايت، يعني معنى انها افويد ذا لايت ما بتحبش الضوء، يبقى هي كائن ليلي ولا كائن نهاري؟ لا طبعا كائن ليلي، فبقول عليها نوكترنال اورجانيزم، نوكترنال كائن ذو نشاط ليلي زي الخفاش كده. طيب الشيب بتاعها بيكون ثين، واضح اهو هي مش تخينه، وسلندر يعني شبه المغبر المدرج كده، دائريه نوعا ما، وسوفت وورم يعني مش هلاقي عليها اي دجاعيد او اي سيجمنتد او اي حاجه تخليها ملمسها خشن. اللينس بتاعها بيكون من 3 to 15 مليمتر، ده حجم صغير بس بعض الأوقات بيوصل فيها حجم هاي شوية أو جاينت، بيوصل ل 40 سنتي، ممكن أمسكه على إيدي ويبقى طوله ظاهر وواضح. هنا بقى أهم حاجة البادي بتاعها، ودي مهمة جدا عندي. البادي بتاعها بيكون برود at the interior end، لو ركزنا هنا عند ال interior end، ده ال end، ده ال interior أهو تحت ال posterior، بس نركز هنا في احسن في العينه اللي تحت الميكروسكوب دي. هنلاقي ان من قدام الانتيريور بتاعتها هنلاقيها نوعا ما عريضه، فبقول عليها برود، ولا هي بنحتاج بوستيريور حاده فبقول عليها بوينت. تمام، دي اهم حاجه كده ايه في الانتيريور اند والبوستيريور اند. طيب طبعا هي كائن يعني عنده ناحيه ظهريه وناحيه بطنيه. طب انتوا لما تيجوا تدرسوها يا علماء او يا اي حد بيعمل تجربه مثلا، بتعرف تفرق لي ازاي بين الدورز الابر بتاعها والفنتر اللور؟ يعني تقدر تقول لي هو ده الظهر بتاعها وهو ده الناحيه البطنيه بتاعتها؟ بيقول لك ان انا بلاقي على الدورزال بتاعها الاكزكريتوري اوبننجز، الفتحات بتاعه الاخراج. فتحات اخراج يعني ايه فتحات اخراج؟ الفليم سيلز، مش اتكلمنا عنها الفيديو اللي فات؟ هي دي، بيلاقوا الاكزكريتوري اوبننجز بتاعتها في الناحيه الظهريه، فبالتالي يقولوا اول ما يلاقوها يقولوا بس دي الناحيه الظهريه بتاعتها. وبيلاقوا في الناحيه الفنترال الفارينكس اللي هو بينتهي بفتحه الماوس او الانس، لان الاثنين نفس الحاجه نعرفها في الديجستيف سيستم، وبلاقي تحتهم الجنايتال بور اهو واضحه هنا اعتقد. الجنايتال بور بيكون تحت شويه هنا بس هنا في موضوع في الدايجرام اللي قدامي ده، بس هو ده الفارينكس وهو ده الماوس، فبنقول عليه على طول هي دي الناحيه الفنترال. تمام، اللاهات بتاعتها مميزه، هنلاقي عليها تو بلاك اي سبوت، والعلم يعني بس يعني كان موضوع عنها بالتفصيل، هي دي اللي بتخليها افويد ذا لايت، بتخليها تتجنب الضوء لان هي حاسه جدا للضوء. تمام، بس دي مش نوت تو سي، يعني مش للرؤيه، يعني مش هي مثلا بتشوف وبتميز، لا لا دي مجرد حاجه كده بدائيه جدا جدا عشان تميز بيها الضوء. تمام، الماوس بتاعها مش في الفم، يعني سوري مش في الهيد، مش ناحيه الانتريور، احنا قلنا اللي هو في الفيرنكس يعني في الناحيه الفنترال سيرفيس اهي، وده اللي لو يتميز بيها. تمام، هنلاقي الريسبيراتور بتاعتها ما عندهاش جهاز تنفسي زي ما قلنا، ده في كل البلاتي هيلمنسز، دي مجرد بتستقبل الاوتو وتطلع الكربون دايوكسيد عن طريق البارينكايما باي ديفيوجن بالانتقال لا اكتر ولا اقل، اللي هو فرق تركيز انسبه تطلع وتخرج. طيب البادي وول بتاعها لو جينا خدنا فيها تي اس قطاع عرضي، هنلاقي عندنا الطبقات ظهرت الميزوديرم والاكتوديرم والاندوديرم، وزي ما احنا قلنا اللي هم تريبل بلاستيك، فهنلاقي فيها 3 طبقات، وخلي بالنا دي اول فايلم يظهر فيها تريبل بلاستيك، يعني في النيديريا وفي البوريفرا ما كانش عندي خالص تريبل بلاستيك، لا كانت ديبلو بلاستيك طبقتين بس. هنلاقي عندنا الاكتوديرم الطبقه الخارجيه دي بتكون لي الابيديرمز الكفرنج لاير، وبتكون لي النيرفس سيستم. هنلاقي اندوديرم اهو محيط بالانتستين، الانتستين دي هي اللي جوه، محيط بالانتستين فبيكون الدايجستيف سيستم عندها. بقيه الحاجات التانية والبارينكايما سيل دي بتكونها لي الميزو دير.
طيب البادي قلنا مغلف بالإبيديرمال سيل، نركز بقى لان احنا هنتكلم فيها حاجة مهمة شوية. الإبيديرمال سيل دي عندي هنلاقي هي كيوبيدال سيل، تمام، خلية مكعبة، بيزمنت على البيزمنت ميمبرين اللي هي بيز على الغشاء القاعدي اللي هي مرتكزة عليه زي ما واضح في الصورة قدامنا اهو. هنلاقي جواها حاجة مهمة جدا بقى، حاجة اسمها الرهبايدز. ايه الرهبايدز دي؟ مهمة جدا فنركز على اذنكم. الرهبايدز دي جاية من كلمة يونانية سموها عشان هي شكلها رود لايك، شكلها عصوي، اللي هي دي اهي اللي هو مشاور عليها هنا اهو، دي اللي هي حاجات طالعة شبه العصاية كده كتير. ايه الرهبايدز دي؟ الرهبايدز دي مهمة جدا في حياتها. ليه؟ أول ما بتحس إن حواليها خطر أو هتبدأ تهجم هي على كائن تفترسه، يعني في كده الحالتين سواء في الخطر أو هي هتاكل، بتبدأ تطلعها، بتعمل ديسجارج للووتر اللي حواليها، بيبدأ يعمل حوالين الدودة بأكملها كلها بروتكتيف جيلاتينس شيس، غشاء بيحميها من إيه بقى؟ والله لو هي هتاكل فبيحميها، إن الفريسة دي ممكن تهاجمها فتبدأ تتغذى عليها براحتها. والله لو هي بقى الكائن ده اصلا هو اللي بيهجم عليها، فبتفرز فيه ريبالسيف سميل، رائحه منفره تخليها تبعد عنه وتهرب من الانيمز، من الاعداء. تمام، دي كان على الابيدرمال سيل، وعرفنا جواها حاجه مهمه جدا الرهبايتس. طيب هنلاقي اللي هي عندها اربع انواع من الماسلز. اول نوع بنقول عليه السيركلر. السيركلر هنلاقيه ترانسفيرز، يعني جاي بشكل عرضي، تمام، تحت البيزمنت ميمبرين على طول، بيقول عليها السيركلر ماسلز. ده بيكون في الاوتر، في الطبقه الخارجيه. هنلاقي عندنا في الطبقه الانر، الطبقه الداخليه، اللونجيتودينال ماسلز، هنلاقي عامله شبه الدواير كده، حتى احنا بنرسمها شكل دواير. اللونجيتودينال شكلها بيبقى طولي، ماشي بطول الدوده كلها. تمام، تالت نوع معانا الدورزو فنترال. الدورزو فنترال دي ما بتكون ما بين كل اتنين من الأجزاء بتاعة الدودة. لما بنيجي نرسم الدودة دي بنرسمها كقطاع عرضي، هي بتنقسم لتمن قطع تقريبا أو سبعة، تمام، جزء كده وجزء كده وجزء كده وهكذا وهكذا. اللي بيفصل ما بين الأجزاء دي كلها بقول عليها الدورزو فنترال ماسلز. تمام، آخر حاجة عندنا سوري معلش هرجع، الدياجونال ماسلز. الماسلز دي جاية بالدياجونال، يعني جاية بزاوية كده بكيرف شوية. يبقى عندنا السيركولار ماسلز، عندنا اللونجيتودينال ماسلز، عندنا الدياجونال ماسلز، عندنا الدورزو فنترال ماسلز. بس اللي عايز اعرفه بس عند الدورزو فنترال ماسلز دي مهمة جدا ان هي خيوط رفيعة زي ما هو واضح جدا هنا في السلايد دي او في الصورة دي، بتفصل ما بين الدورزال والفنترال. يعني ده طبعا هو الدورزال عندي وده الفنترال عندي، فهي بتفصل ما بين الاثنين دول. اوكي تمام، نيجي لأول سيستم عندنا الدايجستيف سيستم. الدايجستيف سيستم عندي بيتكون من 3 أجزاء مهمة جدا، لما نعرضهم ممكن نجيبهم من هنا أهو. هنلاقي عندنا الفيركس، ودي مهمة جدا وده يعتبر أهم جزء، اللي هو ده هيدخل لها الأكل. عندنا الماوس، أو هي فتحة الإنس، احنا قلنا الماوس عندها في الناحية الفنترال، ما عندهاش ماوس في الهيد. وعندنا البرانشنج انتستن اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي الجاسترو فاسكولار كافيتي. احنا سمعنا كلمة جاسترو فاسكولار دي أول مرة فين؟ صح، أول مرة نسمع عنها كان في النيدري، تمام؟ لسه موجودة هنا معانا ومكملة. طيب بيتكون من كام جزء؟ احنا قلناهم 3، الماوس أو الإنس، الفيرنكس. والفيرنكس ده عبارة عن ماسكولار وول، جدار عضلي سوري، ده اللي بيمتد عشان يقدر يلتقط الطعام، وبيفرز بعد ما يلتقطه ميوكس سكريشن، مادة مخاطية بتعمل فيها زي إن هي تبدأ تقطعها كده الفتافيت لفتافيت، تمام، وبيبقى عامل زي السكشن بام، مضخة كده بتفرز بس حاجات، تطلع تاخد وتدخل تبدأ تفرز عليها الميوكوس سيكريشنز بتاعتها، ودي اللي بتوصل لي الطعام للإنتستين. تمام، آخر حاجة الجاسترو فاسكولار كافيتي أو الإنتستين سيكم. نيجي هنا بقى، إحنا قلنا مهمة جدا لما جينا نتكلم عن التراكيلاديدا، عن اسم الأوردر نفسها، قلنا ان هي مالها 3 فروع. كلمة سيكم دي معناها اعور، يعني ايه اعور؟ يعني رايح مش راجع، اوبر فروم وان سايد لوس فروم اذر،
يعني هي بتمتد في كده في الاتجاه ده، بتبقى مفتوحه في الاتجاه ده، مستحيل ترجع. يعني هي هتلاقيها هنا مقفوله، هنا مقفوله، هنا مقفوله، هي دي مقفوله مش رايحه جايه، لا 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 هي رايحه ما بترجعش. طب الاكل بيرجع تاني ازاي عشان يخرج من فتحه الايناص؟ عن طريق البرانكيما سيل. طيب هو بينقسم لثلاث فروع زي ما احنا قلنا، وقلنا اللي هو سيكم او بلايندلي اعمى، بس اللي يميز الانتست بتاعتها ان هي هايلي برانشنج، بتوصل للجسم كله. زي ما احنا شايفين ان الجسم احنا قلنا بيبقى 3 15 مم، فاللي هو الجسم محتاج يبقى كله متوصل. طبعا الحاجات دي دقيقه جدا جدا، يعني 3 مللي ده بالنسبه لك انت حاجه قليله جدا، بس بالنسبه لها هي مثلا لو الانتستن عندها مش متفرعه ممكن 2 مللي من اللي عندها ما يوصل لهمش اكل. يعني سبحان الله ده حكمته. فهي نفس الحاجه، بعد ما بتفرع لثلاث تفرعات اساسيه، كل برانش بيتفرع لفروع تانية اصغر وكتير بقى على مستوى جسمها كله. ده الدايجستيف سيستم. عايزين نعرفه بس قبل ما انسى، ان هي كارنيفرس. يعني ايه كارنيفرس؟ يعني اللي هي بتاكل انيمالز، بتاكل اكلات لحوم، سواء كانت عايشه او ميته مش تفرق معاها. حتى ليها حيله مميزه جدا بيلاقوها دايما في مزارع الجمبري، ان هي بتيجي تاكل الجمبري، تاخد بقى الجمبري اللي هو اكبر منها، يعني بتيجي تاكل الجمبري بتدخل له عن طريق الخياشيم اللي بيتنفس منها وتسدها له، ما يعرفش يتنفس وتبدا تاكل فيه براحته. يعني هو بيبقى عايش بتموته وبعد كده يبدا تاكل فيه براحته. تمام، هنا ما اعتبرهاش بارازيتك، ما اعتبرهاش ان هي طفيل، لان لو هقدر عليها بارازيتك يبقى لازم يكون الكائن عايش. زي مثلا كده دوت اللي بالهريسه لما تسيب الانسان، هو الانسان بيموت اول ما بتجيله؟ لا، ده ممكن يعيش معاها سنين، بس ممكن يموت لو ما اتعالجش، بس بيعيش معاها سنين سنين يعني. تمام، طيب اخر حاجه في الدايجستيف سيستم، ان الدايجيشن بيكون انترسيلر، انتراسيلر، سوري انتراسيلر، يعني داخل الخلايا، ما بيكونش بره. تمام، بيتم فين؟ بيتم في الاندوديرمال سيل الموجوده في الانتستين، من نهايه اللي هي البارنكايما سيل، يعني بيشهدم ويبدا يروح للبارنكايما وتبدا توزعه على مستوى الجسم كله. تمام، طيب سؤال مهم بقى دلوقتي، كل الاكل هل هيخرج في الماوس او الانس؟ لا طبعا، في حاجات ممكن تاكلها بروتينيه، فدي بيبقى ناتج عنها مثلا حاجات زي اليوريا. عندنا كده اليوريا عندنا ما بيخرجش من الانس، لا بيخرج من اليورين الرضا العادي، بيخرج في اليورين. فهي نفس الفكره عندها، لو حاجه مثلا نيتروجينيه هتخرج عندها، بتخرج عن طريق الاكزيكوتوري سيستم، الجهاز الاخراجي بقى، بتبدا بقى تروح من الدايجستيف وتروح للاخراج بقى. تمام، دي بس معلومه حبيت ايه اكد عليها، ان المواد النيتروجينيه زيها زينا بالظبط، بتخرج عن طريق الاكزيكوتوري سيستم مش عن طريق الدايجستيف. انما لو حاجه ما اتهضمتش اصلا، ما اي اكل تانيه، ليبيدز بقى، كاربس، اي حاجه تانيه ما عدا ان هي تكون مواد نيتروجينيه، بيخرج عن طريق الانس. تمام، او الماوس، يعني لو قلنا الاثنين صح، ان الاثنين نفس الفتحه. تمام يا شباب، يلا بينا. الاكزيكريشن او الاوزمورجليشن سيستم، الاكسكريشن يعني الاخراجي، اوزمو ريجوليشن اللي هو تنظيم الاسموزيه. الكلمه دي كنا بنسمعها عند الحاجات اللي عندها كونتراكتايل فاكيول. طب هي كان عندها حاجات دي كونتراكتايل فاكيول ليه؟ مش اخواتك بتعيش في ميه اهو. طب هي دودة دي بتعيش فين؟ مش في ميه. الله، طب احنا لما جينا درسنا المورفولوجي بتاعها ما جبناش سيره خالص اي حاجه تخص الكونتراكتايل فاكيول، هنعرف دلوقتي. اول حاجه عايز نعرفها الاكسكريشن بيتكون من ايه. عندنا الفليم سيلز بتدينا، بيبقوا كتير، بيدونا بعد كده نتورك اوف برانش اكزيكوتوري تيوبلز. لو جينا ركزنا، هو هنا مطلع لي وحده فليم سيل واحده، كل دي فليم سيل فليم سيل فليم سيل فليم سيل، بيتجمعوا كلهم بيدوني الاكزيكوتوري كانال، دي اللي واضحه كتير 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 قوي كده، كتير قوي. بعد كده بيطلعوا لي كلهم في تو لونجيتودينال اكزيكوتوري كانال، واحده يمين واحده شمال. وركزوا بقى في كلمه واحده يمين واحده شمال، دي تتكرر معايا كتير قوي كتير بجد. يعني هي دايما بتحب حاجه عندها ميجوز، ما تفهموش ليه، عندها اكزيكوتوري كانال رايت واكزيكوتوري كانال ليفت. تمام، دول بيفتحوا لي في الاخر بقى في الاكزيكوتوري بور اللي هي واضحه قدامكم على الشاشه. تمام، طبعا هي دقيقة جدا وكتير برضه، فيها several minute executory pores on dorsal surface. واحنا قلنا اللي هما dorsal ليه؟ لأن هو ده اللي بيميز لي الناحية الظهرية من الناحية البطنية. طيب الفليم سيل ليها اسم تاني بنقول عليها السترونوسايت، و H1 on
اتش 1 اون اتش سايد اوف ذا بادي، دي اللي احنا قلناها اللي هو واحده يمين وواحده شمال. طيب اللي عايز اعرفه بقى هنا الفليم سيل عندي مهمه جدا، ان هي بس مش الاكسكريشن، احنا لسه قايلين ايه؟ اوزمو ريجوليشن، تنظيم الاسموزيه، دي موجوده عندي بدل الكونتراكتايل فاكيول. وعلى فكره المين فانكشن اصلا بتاعتها هي الاوزمو ريجوليشن اكتر كمان من الاكسكريشن، يعني هي بتعمل تنظيم اسموزيه اكتر ما تخرج لي. بس مع ذلك احنا قلنا انها بتطلع النيتروجينس وست زي ما مكتوب تحت اهو، باي سيمبل ديفيوجن، بالانتقال البسيط، وبتطلع لي بقى اي ميه زياده او اي سوائل تانية ممكن تدمر البيضه دي او تخليها تنفجر. طيب معلومه ليكم بس هي مش مكرره، او مثلا الدكتور ما ذكرهاش بس معلومه مهمه، ان الاكسكريشن سيستم بتاعها بيبقى بالنسبه لي بروتو نفريديا. يعني ايه بروتو نفريديا؟ يعني حاجه دقيقه جدا، يعني حاجه بدائيه قوي. والبروتو يعني جاي من اللي هي تبقى بدائي، نفريديا اللي هو الاكسكريشن عامه، فبروتو نفريديا جاي اللي هو جهاز بدائي جدا فيه فليم سيلز واكزيكريتوري كانر وحاجات بسيطه قوي. يعني في بعد كده عندي حاجه اسمها ميتا نفريديا، بس دي ملهاش دعوه بينا خالص السنه دي، بعد كده بقى لما ندرس بقى الانيميديا والكلام ده. طيب نيجي للسيستم اللي بعدهم وده مهم جدا عندي طبعا، النيرفس سيستم. النيرفس سيستم بيتكون عندي من ايه؟ اول حاجه من تو سيريبرال جانجليا. السيريبرال جانجليا ده اللي هو بالنسبه لي البرين، المخ، الجانجليون ده المكتوب، اللي عندي برضو واحد يمين واحد شمال. احنا قلنا الكلمه دي مهمه جدا فيا ريت نركز فيها، واحده يمين واحده شمال كتير قوي منها. ولا موجود في الانتيرير ايدج في الناحيه الطرفيه، سوري الناحيه الاماميه، مش موجود في في البوستيريور، لا موجود في الانتيرير. طيب وعندها برضو احنا قلنا بتحب الاثنين، عندها تو فنترال نيرف كوردز. انا قلت ايه؟ فنترال نيرف كوردز، يعني النيرف كوردز اللي عندي دي اللي هو واحد يمين برضو واحد شمال مش بقدر اميزهم من ناحيه الدورزل، بميزهم من ناحيه الفنترال. تمام. طيب بيوصل بينهم حاجه اسمها ترانسفيرز نيرفز. تمام. بتبقى نيرف كده موصل بينهم كتير 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 كتير، فبنقولها ترانسفيرز يعني عرضي، بيدوني شكل السلم الخشبي اللادر شيب. تمام. بعد كده اهم حاجه بقى عندها وهو ده السنس اورجان اللي عندها تقريبا الوحيد، الايز بوت، اللي هي العينتين دول. الايس بوتس دول برضو بيبقوا اتنين. تمام. تو راوند بلاك سبوتس لايك دورزلي، بيكون في الناحيه هنا بقى الظهريه مش الناحيه البطنيه، يبقى الكولتس عندها فنترال والايس بوت عندها دورزل، ودي برضو قريبه من الناحيه الانتيريور زي السيريبرال جانجليا. كل اي شكلها عامل زي كاب شيبد، لما نيجي نركز في الاناتومي بتاعها شويه هنلاقيها كاب شيبد متغطيه بطبقه مهمه جدا اسمها البيجمنت سيل. البيجمنت سيل دي بقى هي المهمه عندي، هي دي اللي بتخليها تبقى سنسيتيف للضوء، هي دي اللي بتخليها اول ما تلمح ضوء تجري بسرعه وتهرب. ليه؟ لان هي متوصله بحاجه اسمها فوتو ريسبتور نيونز، دي بتوصل على طول للجانجليا اللي عندها او البرين اللي عندها البدائي، اللي هو انا في حاجه خطر فاهربي بسرعه. تمام. طبعا ما دام بتهرب من الضوء يبقى انا اقدر عليها ان هي نيجاتيفلي تو لايت، استجابتها للضوء بيكون استجابه سلبيه. سلبيه ليه؟ ما هي بتهرب. هو يعني الواحد لما بيهرب من حاجه يبقى كده بيحبه ولا بيكرهه؟ لا يكرهه، فبيبقى ما دام بيكرهه يبقى حاجه بالسلب مش حاجه بالايجاب. تمام. طيب نيجي بعد كده بقى لاهم سيستم عندها، وده هنتكلم فيه حبه محترمه يعني شويه، وممكن يبقى في ايه لخبطه بس باذن الله هعيده كذا مره عشان خاطر نبقى فاهمين. الريبرودكتيف سيستم، الجهاز التكاثر. طيب الريبرودكتيف سيستم عندنا هنا بقى هنبدا ننقسم لميل وفيميل. اول حاجه هنبدا بالميل، اول اورجان او اول حاجه بتتكون عندنا في الريبرودكتيف سيستم بتاع الميل التستس، عباره عن راوند تستس صغيره جدا موجوده على الجنبين بتوع الدوده، الايدجز اوف ذا بودي. تمام. هنا اهو اللي هي الكور الزرق الصغيرة خالص دي، والناحية التانية بس احنا قلنا برضو ايه عشان ما يبقاش الرسمة ضخمة كتير او ونتلخبط، فجبت حاجة تكون بس من ناحية واحدة. تمام. برضو يمين وشمال، ناحية يمين وناحية شمال، احنا اتفقنا ان احنا هنلاقي عندها حاجات يمين وحاجات شمال كتير قوي. تمام. بعد كده هيطلع من كل بقى، نركز بقى، هيطلع من كل تستس واحدة، من كل تستس واحدة زي قناة كده بتجمع لي السبرم.
اسمها الفاز افرنس، هي صغيرة خالص هنا اهو، يعني لو اعتبرنا مثلا دي تستس نزل منها خط ازرق صغير خالص، ده هو ده بالنسبة لي الفاز افرنس. تاني تستس نزل من كل واحدة فيها فاز افرنس، كل تستس نزل بيها منها فاز افرنس، فكل الفاز افرنس كده دول لما بيتجمعوا باللاتيني بجمعها الفازا افرنشيا، الفازا افرنشيا. طيب الفازا افرنشيا دي بقى تتجمع في قناة طويلة لونجيتودينال طويلة خالص، هي الزرقاء طويلة خالص دي بقول عليها الفاز ديفرنس، دي بيكون سنجل يعني مش قناتين، لا قناة واحدة بتجمع لي كل التستس دي، برضو قناة هنا نفس الكلام، انا اقصد سنجل يعني هي واحدة كده كاملة، مش زي مثلا الفاز افرنس كذا قناة، لا هي واحدة بتجمع لي كل الفاز افرنشيا مع بعض، قناة اسمها ايه الفاز ديفرنس. طيب الفاز ديفرنس بقى بيطلع منها حاجة اسمها السيمينال فيزلز او الفيزيكال سيمينالز، الحويصلة المنوية، تمام، دي بيمشي فيها الحيوانات المنوية بتختزن بقى لحين ما تروح للسرس او البينز، البينز ده اللي هو القضيب، السرس سك، السرس سك اللي هو لونه بالاخضر ده بيفتح عن طريق الجنايتال بول، بس هي عشان خاطر الصورة جاية بالعكس، الجنايتال بول هتبان ان شاء الله في السلايد اللي بعد الجاية، الصورة هتكون اوضح، بس مش اوضحها هنا اكتر عشان متبقاش ايه كمية داتا كتير قوي وتحسوا انتوا مش عارفين ناسكم من رجلكم. المهم يبقى السر الساق اللي بتفتح في حاجة اسمها الجينيتال ارتيوم، الجينيتال ارتيوم ده هنسميه الدهليز، وده مهم جدا عشان هنوصل له في السكشوال ريبروكشن ما بيتم ازاي، ده يعتبر هو ال اهم بوينت عندي او اللي بيحصل فيه كل الحوشتكنات بقى بتاعت السكشوال ريبروكشن. تاني يبقى عندنا ميني تيستس راوندد وسمول موجودة على الجانبين تو ايدجز، كل واحدة منها بينزل حاجة اسمها الفاز افرنس، الفاز افرنس الكتير دول بيقولوا عليها الفازا افرنشيا، بيفتحوا في قناة لونجيتودينال طويلة بالطول بقول عليها الفاز ديفرنس، الفاز ديفرنس دي بينزل منها حاجة اسمها السيمينال فيزلز، السيمينال فيزلز بتفتح في حاجة اسمها السيرس أو البينز، السيرس بتفتح في الآخر عن طريق الجنايتال بول في حاجة اسمها الجنايتال أرتيوم أو الدهليز. خلي بالكم الريبرودكتيف سيستم سواء بتاع الميل او الفيميل مهم جدا، ليه؟ لان تقريبا هو هيبقى نفس الحاجات في فايلمز كتيره جايه جدا كتيره، مش بس في الهيمنتولوجي او الديدنتوفولا، لا في حاجات كتيره جايه باذن الله في السنه الجايه تقريبا وممكن الاول اللي بعدها، نفس الداتا بالظبط، هي تيستس وفاس ديفرنس وفاس ايفرنس في نفس الكلام، فنركز نبقى فاهمين عشان الكلام ما يقعدش يتعاد ايه كذا مره. طيب نيجي للفيميل، اول حاجه عندنا في الفيميل بتتكون هنا بقى ايه نوعا ما مش زي الميل حاجات كتيره في العضو ذات نفسه بتاع التكاثر، لا هما مجرد التو اوفري، تمام، واحد برضو يمين وواحد شمال، التو اوفري دول بيبقوا قريبين من الانتيريور اند من الناحيه الاماميه، انما التستس من الايدج من الاطراف. طيب الاوفري بينزل منهم تو لونج اوفيدكت، اتنين قنوات البيض اللي هما بالابيض بقى مش بالازرق، الابيض او دي الاوفري اعتبرنا الحمرا، نزل منها خط بالابيض مخطط في اسود كده هو الطويل اوي ده الاوفيدكت، حوالين برضو واحد يمين واحد شمال، حوالين كل واحد من الاوفيدكت حاجة اسمها الفيتيلاين جلاندز، الغدد المحية او الخلايا المحية. ايه الخلايا المحية دي؟ مش احنا عندنا دلوقتي الاوفري ده بيطلع بالنسبة لي الايج، تمام، البيض، احنا لو جينا مثلا بيضه وكسرناها هنلاقي جواها ايه؟ هنلاقي جواها اما صفار البيضه والزرار الابيض اللي حواليها ده، صفار البيضه ده بالنسبه لي هو الامبريو، هو ده الجنين، اما الابيض ده بيقول عليه المح، باللغه العربيه بيقول عليه المح، المح ده اللي هو بيديني الغذاء للجنين، تمام يا شباب. في نفس الكلام في فيتلاين جلاندز حوالين الاوفيدكت، طالع منها فيتلاين داكتس قناه محيه بيفتحوا في الاوفيدكت عشان يغذوا البيض ده. طيب الاوفيدكت كل واحده منها من ناحيه البوستيريور بيفتحوا في حاجه اسمها الميديان فاجينا او الفاجينا تحديدا، هي دي اللي هي ادي طالع منها خط ابيض وخط منها ابيض، هي النقطه بقى اللي بيرتقوا فيها دي اسمها الفاجينا، تمام. الفاجينا دي بعد كده بتفتح لي في حاجه اسمها الكوبيراتري ساك او الستوكت كوبيراتري ساك او السيمينال ريسبتكل، لو ده المستقبل الحيوانات المنويه اللي هو لونه بينك ده، تمام، لونه بينك ده، بعد كده ده بيفضل مخلي عنده الحيوانات المنوية لحد ما يحصل الميتنج التزاوج،
والفاجينا بيفتح لي بعد كده في الجنايتال ارتيجم اللي هي بالابيض دي عن طريق الجنايتال بول. يبقى في الاول وفي الاخر سواء كان الفيميل او الميل الاثنين لازم يفتحوا لي في الجنايتال ارتيجم عن طريق الجنايتال بول. طب ايه وظيفة الكوباتري ساك دي؟ دي بمجرد زي ما قلت بتعمل ريسبشن وستورج للسبيرز ات ميتنج او ات ميتنج. اول ما بيحصل التزاوج، لحظة التزاوج هي دي اللي بتستقبل حيوانات المنوية، ونفهم ازاي بيحصل الاستقبال والكلام ده وش من عن التزاوج بس، وبتخزنه لحد ما تبدأ بقى هي تعمل فرتيليزيشن مع الايج اللي عندها وتديني الامبريو، او اللي بعد كده بتبقى الايج. تمام، هنا اعتقد الصورة بتاعت الجنايت البولوت واضحة قوي اهو، وهم دول الفاجينا الاتنين اللي نازلين من الاوفيدكت اللي هم بينك دول، تو اوفري اهو من ناحية الانتيريور، والتستس كتيرة لازم واحدة منها الفاز افرنس، والطويلة خالص دي الفاز ديفرنس، وادي البنز او السيرس. تمام، والسيمينال ريسبتول اهو، وقلنا كل حاجة اعتقد. انا بس انا كنت عايز اقول حتة الجنايت البولوت، طبعا الكائن ده مونيشيوس. يعني ايه مونيشيوس؟ يعني هلاقي في زي ما احنا شايفين هنا في الصوره وفي الصور اللي فاتت ان الميل ريبرودكتيف سيستم والفيميل ريبرودكتيف سيستم الاثنين في نفس الكائن، مش واحد ميل واحد فيميل مثلا زي الانسان او الحيوانات الارقى، لا ده لسه حاجات بدائيه. فبرضه بالنسبه لي مونيشيوس. مثلا مع ذلك لما نوصل للشيستوسوما الدوده هنلاقي ان هي دايوشوس، يعني في فيميل وفي ميل لوحده. تمام، طيب نيجي بقى للتايب بتاعت الريبرودكشن. عندنا اسيكشوال وسيكشوال. اول نوع في الاسيكشوال بقى اسميه الترانسفيرس باينري فيجن. ايه الترانسفيرس ده؟ يعني بيحصل انشطار بالعرض زي البراميسيوم بالظبط، وده الوحيد اللي ذكرنا بيحصل فيه انشطار ثنائي بالعرض. اعتقد الصوره واضحه. الانشطار بيبدا او غالبا بيكون تحت الفيرنكس شويه، الفرنكس ده اللي ذكرناه في الديجستيف سيستم بيكون من تحتيه بشويه، بيبدا يحصل زي اللينجويدينال الاول استطاله شويه، وبعد كده بيبدا ينقسم زي ما هو واضح في العينه تحت الميكروسكوب. اهم حاجه بتميز لي الترانسفيرز هنا في الاسكشوال ريبرودكشن اللي هو السيمتريك جينيريشن، يعني هينتج لي جيل مش قد بعض، هلاقي دي اكبر من دي، مش هلاقي الاثنين قد بعض، عكس الريجينيريشن التجدد. الريجينيريشن في الريجينيريشن هلاقيها بتنقسم لي كذا جزء برضو بالعرض بس بيديني سيمتريك جينيريشن. طب اهم حاجة عندي في الـ في ريجينيريشن، وهي الاصل الاساسي اللي هو بتديني الكائنات كلها شبه بعض او جدا صغيرة شبه بعض، لا بيبقى عندي هنا في ستيم سيلز. الستيم سيلز دي موجودة في الميزو في الميزون قايمة او البارين قايمة، نفس الحاجة لو قلت ميزون قايمة هي البارين قايمة. الستيم سيلز انا بسميها النيو بلاست، نيو بلاست. تمام، ودي اهم معلومة عايز ايه نطلع بيها هنا، ان الريجنريشن بيبقى سيمتريك جنريشن والترانسفيرز اسيمتريك جنريشن. والسبب في الريجنريشن ان انا عندي نيو بلاست او الستيم سيل. طيب في السيكشوال ريبرودكشن عندنا بقى بيحصل ازاي؟ الدوتين بيبدا يلتقوا مع بعض من ناحيه الفنترال من الخلف كمان، يبقى بوستيريور فنترال سيرفيس. وسبب اللي احنا قلنا كده احنا عندنا الجنايتال بور موجودة تحت، لو تفتكروا قلنا ده بيميزوا بيها الناحية الفنترال وأسفل الفيرنكس، فبيكون بالنسبة لي ناحية البوستيريور وناحية الخلف. بيبدأ يلتقوا مع بعض، بيبدأ واحدة منهم بتمثل أكنها ميل والتانية بتمثل لي سوري الاتنين، أنا مفيش حاجة اسمها بتمثل ميل وفي ميل، لا الاتنين بيعملوا نقل للسبيرم. يبقى السبيرم عندي اللي بينتقل، إنما الإيج عندي بتبقى ثابتة. تبدأ كل واحدة فيهم بتدي السبيرم للتانية، يعني دي هتديها السبيرم بتاعتها ودي هتديها السبيرم بتاعتها عن طريق السيمينال فيزلز. الميل سيستم بيمررها عن طريق الكوبيرتري ساك للتانية. طبعا اللي المسؤول عن الكلام ده كله جينيتال ارتيوم، الدهليز اللي بيخزن الحيوانات المنوية عشان يبدأ بقى يحصل كل واحدة فيها الفيرتيليزيشن. يعني دي نقلت الحيوانات المنوية هنا اهو، هتخزنها فين بقى؟ برافو، في الجينيتال ارتيوم. تبدأ دي بقى تنزل الايج بتاعتها ويحصل فيرتيليزيشن بالنهاية اهو. افتر ماتنج بعد التزاوج هينفصلوا، ويبدأ بقى كل واحدة خدت فيها الحيوانات المنوية بتاعت التانية في الجينيتال ارتيوم بتاعتها، هتبدأ تعمل لها فيرتيليزيشن عن طريق من البورصة تو الاوفيدكت عشان تعمل لها فيرتيلايز ايج. تمام. بعد كده الزيجوت ده هيبقى عندي كتير قوي كذا واحدة، حواليهم اليوكسل اللي هي الخلايا المحايا زي ما اتفقنا، هيكونوا حواليها حاجة زي كبسول كده بتحميها اكشل. طبعا دي لسه جنين يعني.
لو لاحظنا ان احنا ما اتكلمناش عن ان هي بقت غزت على هوست ولا حاجه، لا لا ده موضوع سهل جدا وبسيط. عشان كده بالنسبه لي without free larval stage يعني direct life cycle، زي ما احنا واضح بيبدا يحصل في البيضه نمو 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 لحد ما يديني كائن كامل، ما فيش اي تحور ولا اي حاجات معقده. طيب اهم حاجه هنا بقى ان انا هعمل مقارنه بين الاسيكشوال والسيكشوال، ان الاسيكشوال بيكون جيناتيكلي سيميلر يعني الافراد اللي كان شبه بعض، انما السيكشوال يعني فايدته ايه اللي هو هيديني جيناتيكلي ديفرنت. طيب سؤال، احنا السيكشوال ريبرودكشن هنا بسميه كروس فيرتيليزيشن، يعني كروس يعني الاثنين بيبدلوا مع بعض. طيب في بعض الديدان هنلاقيها بيعملوا الاثنين، بيعملوا كروس ويعملوا سيلف، يعني سيلف يعني الحيوانات المنويه بتاعتي هعمل بيها فيرتيليزيشن مع الايج بتاعتي، لا هنا بيبقى كروس. طب هو مين اللي احسن، الكروس ولا السيلف؟ لا الكروس طبعا، لان انت كدوده وانت كدوده ثانيه انت عندك اكيد حاجات في الدي ان مختلفه غير عندي، نفس الكلام عندنا، هو كل واحد نفس الدي ان بتاع اخوه؟ لا في حاجات هتختلف، ده بصمه الصوره حتى بتختلف، فهي نفس الفكره، بيبقى في فروقات هي دي اللي بتديني ديفرنت في الجينات. طبعا ده بيدينا جيل قوي والكلام اللي احنا عارفين ده. طيب كده خلصنا التاني، سوري خلصنا البلاناريا، يبقى خلصت التروبلاريا كلها. ندخل في الكلاس اللي بعدها المونوجينيا. المونوجينيا زي ما اتفقنا احنا هنتكلم عن جنرال كاركترز بس، مش هنتكلم عن حاجات تانية. اللي اعرفه ان اغلبها بيكون اكتوبارازيتك، يعني ايه اكتوبارازيتك؟ يعني كائنات طفيليه بس للخارج، يعني ما تدخلش للجسم من جوه، تعيش في الدم او في الانسجه، لا لا ده بره، على السكين على الهير على اي حاجه، بس المهم انها تكون ايه بره. واللي اعرفه كمان ان هي ما بتكونش بارازيتك على الهيومن ابدا، دايما على حيوانات اخرى زي الضفادع زي الجمبري وات ايفر، على حسب البيئه اللي هي بتعيش فيها. الكائنات دي مونوزينيوس، يعني مونوزينيوس يعني بتعيش في وان هوست بس، مونوزينيوس. وبرضه دايركت لايف سايكل، يعني دايركت لايف سايكل عشان خاطر هي ما عندهاش بقى كذا هوست، لا هي مجرد هتفقس البيضة ويطلع للكائن على طول، الدودة الجديدة يعني في المونوجيني. الماوس بيكون سراوند باي ويك سكر، هنا هنبدأ نسمع حاجة اسمها سكر ماس، هو ده الخفيف خالص يعني، ده بقول عليه البرو هابتور. البرو هابتور عندي بقى مين سكر او مين ادهايزس اورجان في الناحيه البوستيريو، وبقول عليه لوبستر هابتور او لوبستر هابتور. طيب ايه فايده التو سكرز دول، سواء البرو هابتور او لوبستر هابتور؟ دول عشان يعملوا فيكسيشن وهولد باي هوست، لما تيجي ده احنا قلنا ما بتبقى على السكين او بره على الكائن من بره، فلازم تمسك قوي جدا. فهي الفكره دي ان هي عندها كذا واحد بس، البروهابتور بيكون ضعيف لان هو اصلا بيكون حوالين الماوس، فالماوس اصلا فكرته الاساسيه في التغذيه، فبالتالي مش محتاجه انا استقر قوي، انما اللي في البوليستيرول بيكون اقوى بكتير. طب اللي عايز اعرفه بس ان هما بيجوا يقسموا المونوجينيا في ككلاس لتو اوردر، بيقسم او كذا اوردر بس اهم تو اوردر عندي هما اللي دول، بيقسموها حسب قوه السكر او على حسب شكل السكر. هنلاقي ممكن السكر متفرع كده، هنلاقيه نازل كده اهو، هنلاقيه شكل راوند، هنلاقيه واخد شكل معين وطلع كلهم متجمعين في حاجة، لا كل واحد في سيبريتد، لا واخدين راوند، وهكذا. مش عليكم حفظها ولا علينا اللي احنا حتى نقرا الاسماء حتى، بس نعرفوا ان هي على حسب السكرز، عندنا سيمبل اللي هي مونو، وعندنا كومباوند اللي هي بولي. وبكده بنكون وصلنا لختام الفيديو بتاع النهاردة، اعتقد فيديو كان طويل وفيه معلومات كتيرة، اتمنى ما تكونوش صدعته مني بس معلش، كده يعتبر انجزنا جزء مهم جدا في الديدان. وبس نلقاكم على خير في الفيديو القادم ان شاء الله مع دودة جديدة الفشولة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اتسعيد عليكم يا شباب.